رب يعطيكم العافية. احنا في مدينة جاتينو في مقاطعة كيبيك. من احد الشغلات اللي اعجبتني في وفيها احسان، المنزل هذا عامل امام منزله مكتبة صغيرة بهذا الشكل. طبعا المكتبة مفتوحة مش مغلقة، بس تفتحها هيك ممكن تستعير، تاخذ اي كتاب تاخده للبيت تستعيره تقرأه، بعد يومين ثلاث اسبوع ترجعه في هذا المكان، ممكن تحط كتب جديدة ما بدك اياها او قرأتها للغير عشان يستخدموها. طبعا هاي بتخدم الحي اللي احنا موجودين فيه، وطبعا هذا جزء من الإحسان ومساعدة الآخرين والتفاعل بين أفراد المجتمع. والله يعطيكم العافية. محدثكم محمد الشريف من مدينة جاتينو في مقاطعة كيبيك كندا.